وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب. مرحبا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة. هل لك أن تطلعنا على أهم مجريات اللقاءات الثنائية بين الجانبين البحريني والإماراتي على هامش الزيارة الرسمية لمجلس النواب لدولة الإمارات؟ مرحبا أخي سهير. نعم، تأتي هذه الزيارة أولا بدعوة كريمة من معالي السيد طيور قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية الوثيقة من تطور وتقدم وتكامل وتنسيق بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام وحرص من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله ورعاهم. نعم. كما شهدت الزيارة ضمن برنامجها الرسمي زيارة إلى صرح شهداء الوطن في واحة الكرامة، حيث تم التأكيد على أن العلاقات البحرينية والإماراتية أضحت نموذج للتكامل والتعاون ووحدة الهدف والمصير. كما شهدت الزيارة عقد لقاء رسمي بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. نعم. كما هنا الأخت رهيق أحب أن أنوه أن من أهداف هذه الزيارة هو تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب البحريني والمجلس الوطني الإماراتي، وكذلك دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة وتبادل الخبرات والاطلاع على العمل التشريعي والرقابي بين المجلسين وبين الأمانتين العامتين في المجلسين. إذن من أبو ظبي سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.